خليكي ناصحه في الجمله دي وفي النقطه دي مهمه جدا. طب لما يحصل اعتراض بتعترض بقى؟ لا طيب بصي، انا قلت لك الصح كذا والغلط كذا، ايجابيات الصح 1 2 3، عواقب الغلط 1 2 3، وسبب الرفض. اوعي تقولي لا وخلاص هو لا ليه بكوزا يسو زاد غلط، مش نافع الكلام ده، لازم تسبب لهم خلاص مدى العهد ده. انسوا احنا في عهد جديد تماما، هو كده عشان الاب والام، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. لازم تقتنع، ولما تقتنع وتدي اوبشنات خيار 1 و2 و3، ها هي تبتدي تختار بقى الحل الفلاني كذا كذا كذا، وايجابيات 1 2، اما عواقب التاني 1 وسببي. البنات بتحب المشاعر، ولو عاوزه فعلا بنتك تتبنى راي صحيح او فكره، خدي الحته الجميله بقولها لك دي، غلفي رايك بمشاعر حب ود، ودي نصيحه مجربه. لما تتعاطف حتى مع الغلط، بيجي تعاطف مع الغلط، اه تعالي هاتي الميديا كده وشوفي كام حاجه غلط بس غلفوها بمشاعر، يا تايتانيك وقعت السفينه كلها غرقت غرقوا، انت متعاطفه مع مين؟ مع اللي جه فيها مشاعر ولمس جانب المشاعر، يا وتجمدت وما اعرفش حبيبها اتجمد وفي سفينه باطفال ميتين على فكره. فلما تحب تقنعي بنتك بفكره غلفيها في المشاعر، انا عارفه ده انا واثقه فيكي، ده انت لا ولعلمك انت هتأدي ده لانك انت اصلا طيبه. هو كده لما بنيجي نعلم طفل سلوك مش موجود فيه اصلا، نعزز السلوك بايه؟ بحاجه مش موجود نقول له فيه، نعم العبد عبد الله لو كان يكون، ما كانش لسه بيقوم الليل ومدحوا النبي بصفه هو لسه عايزه يعمل، نعمل كده معايا. طيب سادس عمل، ها اعملي معاه خروجه ثابته، نبكوا ثواب، نبكوا ثواب البنات بتحب تخرج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع السيده عائشه في الليله، لما يجي القمر تبقى ليله مقمره يخشوا يمشوا مع بعض، خرجيها خرجيها، والبنات تحس ما تبقاش بين اربع حيطان، شفت الولد مش معنى اخويا يعني هو بيخرج وانا لا، وتبقى حاسه امتارتني ما طلعت بنت، لا خرجيها خروجه شهريه، انزلوا كلوا ايس كريم، حلا بس يا ستي هاتي اي حاجه من على الناصيه وتعالوا ترم اي حاجه، المهم تخرجي معاه، اعملوا شوبنج البنات مع بعض، توك بقى ومش عارفه ايه اللي بالضوافر وايه حلو حلو، بيفرحوا بالكلام ده. عمرها ما هتنسى الخروجه، بس بشرط خرجي معاها، بس بشرط ينكوا ثواب، بلاش نكدي عليها، بلاش الخروجه اللي كلها نكد، ويا اليوم اللي خرجنا فيه، فاكرين كانوا عاملين كوميكس بتاع البطه وعيالها على اليوم اللي خرجنا فيه والعيال عمالين مش عارفه ايه يقولوا بسبب النكد. اوعي تزيلي الخروجه بنكد، لا بفرحه وحب حاجه جميله وكان يوم حلو واتكلمنا وعملنا واشترينا وفرحنا، اعملي الرابطه دي مع بنتك واشبعي الامر ده جواه بدل ما تحب تخرج بره مع حد تاني. اربطي الخروجه بالفرحه والضحك، اشتري لها اكسسوارات زي ما قلت لك، افتحي معاها مواضيع تخصها، ساعديها ان هي تتكلم معاكي وتفتح قلبها معاكي، تمام كده؟ طيب سابع حاجه، لازم يكون ليكي وقت معاها. يعني ايه؟ حاجه اسمها معايشه اليوم، 10 دقائق كل يوم. اساليها عامله ايه؟ خشي الاوضه بتاعتها، خبطي عليها وكلميها مباشر. او ممكن تكون رسالة، ها لو هي من النوع اللي بيحب يكتب، أو الإيموشنات اللي طالعة حلو جدا جدا، يبقى تطمني بس عليه، يبقى إما اتصال مباشر تروحي لها غرفتها أو يتجمعوا عندك، عارفين سرير ماما وقعدة ماما والعيال كلها فوق أهو بقى جميل يتجمعوا، كل الأولاد ما بينسوش الأمر ده حتى مهما يكبروا، يا إمتى نروح عند أمي عشان نقعد بقى كلنا، ولازم كلنا في نفس المكان. لازم لكل عيل من عيالك ولبنتك خصوصا يكون لها 10 دقايق معايشات اليوم. الامر الثاني رسالات الواتس اللي بيحبوها، ولا سناب بيحبوا السناب، ما يعرفش يعملوا ستريك كل يوم على السناب، فاهمش ايه الموضوع الستريك بتاع كل يوم ده، المهم تطمني عليها رساله حب حلوه. البنات بتتاثر جدا لو زيتيها باموجي حلو، ولما امهاتها تقول لها الكلام ده تتشجع على فكره، تفقدي حالها، انا بس بسال عليكي، انا بس قلبي كده ما عرفش انام من غيره، ولازم طبعا ما ينفعش ينام الا بطقوس وهنقول عليه.